ملي كيدوي شي واحد ملي كيدوي شي واحد تتسمعوا فهمتي ما كتسمعش الناس كاملين هاد الحراج كاملين اللي كتسمعوا كيدويوا على المغرب عندهم الحلول تاع المشاكل كامله عندهم الحلول تاع الكيران وتاع العثماني وتاع الاقتصاد وتاع السيستيم وتاع المخزن وعنده الحل ديال الاقتصاد باش يزيد لقدام وعنده الحلول ديال اي حاجه بغيتوا الحلول ديال باش يتربي لك الاداره تيتربيو الحلول ديال السبيطارات تسمعهم من عنده انت مريح معاه كيدوي في كل شيء عنده هو الحل في المشكلة عرفتي ما عندوش ما عندوش الحل للمشكل ديال حياته هو. مرحبا نتسناو الاخوان تجمعوا الناس باغا دير لاباس خويا كلشي باغي كلشي في هذا الزمان هذا باغي دير لاباس غير فهمتي الواحد يختار شي طريق اللي كتوصل لاباس لان الاكثريه ديال الطرقان كيمشيو فيهم الدراري كيديروا الاخرين اللي دخلوا في ديك الطريق على دارك لاباس هذا هو الفرق فهمتي خاصك تلقى شي طريق فهمتي دير فيها لاباس يعني فهمتي سير فاش ما بغيتي سير في السي بي اي دير لاباس تركز تفاد دير لاباس تمشي فاش في الريسكين اتس اوكا غادي تسد لك كونت جوج ثلاثه غادي تفهم غادي دير لاباس دابا الدراري ما كيكملوش بحال قلت هذاك اللي كيجي كيبغي يحفر تيحفر شويه تيقول صافي ما لقيتش الماء كيمشي بحاله فهمتي خاص يبقى الواحد مكمل ما كلشي كيوصل لاباس ادسنس اربيتريج راه خدام فيه حسام الصاوي والدراري كاملين شحال من دريج فهمتي كتشوف لي ريزولتا ديالهم شحال ما تشوف عليا في الطريق شوف لي صبر اخويا سي منوريك هاد السنس ديالي هادي هي الميزه فهمتي انا بنادم انا عارف ماشي نتزاحم في هاد السنس انا ماشي نمشي نتزاحم في هاد السنس وداكشي تيوريوني الدراري فهمتي قلت يحل لي الشوب ديالو ديال شوبيفاي كيوري لي ياك تيحل لي الشوب ديالو تاع ووكوميرس اي حاجه المهم الدراري تيوقفوا عليا في الطريق تيوريوني اخويا سيمون شوف شنو درت فهمتي تتشوف اللي كتشوف الدومينات مختلفه اللي كيربح من اي تي اللي كيربح من اي بي اللي كيربح من ادسنس اللي كيدخل فلوس من فايفر قسما بالله الا فهمتي وقف على هذا السيد هذا في مارينا كنا كنت في مارينا ديال سلاو وتلقى مع بزاف ديال الدراري تما عاد تمشي شويه كتلقى شي دري كيعرف تمشي شويه تلقى شي دري كيعرف المهم هاد الدراري هذوك فينا قال لك خويا سيمون انا كنت 4000 5000 دولار من فايفر وتتبان لي كيفاش نزيد قلت ليه كيفاش تزيد زعما واش ديتي لا 40 50 الف دولار قال لي لا بان لي بزاف قلت ليه علاش بزاف اصاحبي هاكا خاص تفكر الا كتدخل حاليا 4000 5000 دولار في الشهريه من فايبر علاش ما ديرش وخونا ديزاينر تيديزايني تخصص واحد كيديزايني اللوغواج والفلايرز فهمتي يعني شوف هو خونا بسيط يعني فهمتي محرك فهمتي محرك مابقاش جالس كيتشكى ديك اللعبه ديال اجي نتشكى حتى انا هكذا فايفر يعني هاو مشى فواحد الطريق وبقى غادي فيها شي كاين بزاف ديال الاخوان تقول ليه فايفر كيمشي كيحل اليوم كونت فايفر تضرب سيمانه تقول لك راه ما جاني حتى اوردر صافي صونت لايك دابا راه ماشي العالم ساهل للدرجه هادي واحد العباره واحد الصاد صاحب وارن بافيت شو أنا فيستر مع وارن بافيت حل الشركة هو واحد الصاد آخر مشت لي شارل شي حاجة مشت لي السمية ديالو ما مدك الصاد قال لك هاد العالم هذا فاش عايشين ماشي غبي باش يجازي واحد الناس فهمتي أغبياء ماشي فهمتي يعني ترى ماشي تجي تحل كونت في فايفر وتجي تسنى تقول لها واش انا حليت ما جانيش الاوردر غادي تحل كونت في ايباي تتلوح واحد الجوج تاع الايتيمز واحد جوج تقول ما جانيش الاوردر الصاد خاص تكون حنا في واحد العالم فيه المنافسة كما كتقاتل في القسم باش تجي انت الاول تجي الثاني ولا ما تجيش راه كتسقط فهمتي كتقاتل في نفس القضيه في ايباي وكتبقى كتقلب على الحبكه علاش الاخرين تيديروا الملاير من هذا الشيء انا ما قادرش ندير حتى مليون هذا هو السؤال فهمتي علاش الاخرين كيديروا الملاير من هذا الشيء انا ما قادرش ندير حتى مليون دينا الهضره قبل ما يجيو الدراري هذه الهضره على جنب جابتها حنا غادي ماشي هادو هما المواضيع اللي ندوي اليوم اون جينيرال علاش الاخرين كيديروا الملايين من هذا الشيء هذا سميتها هو شي واحد السميه كنت قلتها وشي واحد بقى فيهم الحال اللي كنت بيع شي 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 ما عقلتش المهم كنت دويت على المهن الاخرين بحال جاهم الاخوان بحال نقصت من القيمه ديال دوك المهن الاخرين الا كان كيدير شي تخربيقه الا تلاقيتي مع شي واحد في الطريق كيدير شي تخربيقه عاون فهمتي قال لك علاش قلتي على هاد التخربيقه الصاط حتى انا كندير هاد التخربيقه الصاط ما كاينش شي واحد يدير شي حاجه زعما كلشي راه تخربيق فهمتي يعني كل واحد انا كلشي يبان لي العالم شي يبان لي فهمتي تخربيقه ما خصك تكمل في ديك التخربيقه فهمتي يعني ماشي دابا حنا في واحد العالم كثر فيه التخرميز وكثر فيه سميتو مابقاش يدير شي حاجه بسيطه اللي تنجح ماهيش تنجح خاصه العالم مابقاش ساهل والكومبيتيشن طلعت مازال في المغرب باقا نازله فهمتي تنقول لك على العالم الناس اللي تجي تفكر تخدم اي بي فين باغي تبيع في امريكان الكومبيتيشن صعيبه العود دونك خصك تطلع النيفو باغي تبيع فايفر لوغوات الكومبيتيشن صعيبه هنا كتدخل تنافس مع العالم تحط
حط راسك انت هي واخا في الانترنت راه ردينا العالم واحد القريه صغيره هي هذه الكره الارضيه. انت هنا باغي تنافس مع واحد الباكستاني, هنا باغي تنافس مع واحد الهندي, هنا باغي تنافس مع واحد الامريكاني. ابسط انت فهاد خلال هذه المنافسه هذه شنو غتقدر دير؟ لان دخلتي مع العالم بغيتي تنافس المغرب تسوكي المغرب باقي ماشي المغرب ماشي عارفين حقاش الاخوان لاحظت بلي كنقول شي هضره شي خوتنا كياخذوها حرفيا ملي كنقول المغرب كنقصد لك كاع دول العالم الثالث. الجزائر باقي المنافسه طايحه, المغرب باقي المنافسه طايحه, مصر باقي المنافسه طايحه, تركيا اتس اوكي ماشي نقول لك باقي طايحه غادي اتس اوكي, السنغال لا 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 شعب شويه تنزلي غنم تمايا باقي ما يدار, موريتانيا طلقنا الادزات في كينيا تيكون فيرتيو على 1.5 شي حاجه ديال الدولار كنا كنتيستيو. ما نقدروش نمشيو لكينيا صاحبي, ما نقدروش مساليش ماشي ما نقدروش مساليش, كل واحد عنده واحد الطاقه استيعابيه ديالو. كينيا فيها ما يدار, طلقنا الادز في النيجر فيها ما يدار, طلقنا الادز في شحال من دوله في افريقيا, جنوب افريقيا الكومبيتيشن طالعه ماشي نقول لك سهله. ما صدقت ديك اللعبه ديالك كتبجل ولا انت تتعامل مع الحياه ديالك انها خساره غير 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 خساره. واحد الاخ كتب لنا الجزائر, الجزائر كتب لك الجزائر ميته, ميته هي فيها الفلوس, ميته خاص تعرف واحد القضيه ديال ميته هي فيها الفلوس لان الكومبيتيشن ما كايناش. انا يوميا عايش في الخميسات كنبغي مليون حاجه كنمشي عليها حتى لمكناس حتى لفاس, بغينا الزنيجه سير جيبها من مكناس, بغينا بواني ديال البال سير جيبو من فاس, بغينا كدا 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 سير شوف لنا فاس ولا في مكناس. صاد المغرب فهمتي باقي نفس القضيه. الجزائر, الجزائر والمغرب راه واحد وزيد عليهم حتى تونس حتى هي لصقه عليهم حتى هي راه بحال ليبيا ما عرفناش دابا شنو طاري فيها نسوا شويه تو كنشوف واحد شنو طرا. هادو كاملين هادو كاملين واحد فهمتي يعني كامل فهمتي تيجينا اصلا التوانسه كتجينا نفهموا صعيبه شويه اللي فهمونا صعيبه شويه. الجزائر والمغرب هادو فهمتي كيدويو هو كنفهموا كندويو كيفهمنا يعني هي واحد فهمتي. دبلي الجزائر ميجا نقول لك نفس القضيه يعني انت اللي خصك تحركها وهاد القضيه ديال الرجع عليها من بعد فهمتي ديال الناس ديال صافي كلشي تيقول راه ميته وشكون اللي تسنى يحركها. انت خصك تحرك هذيك ميته هي فين كاينه الفلوس لان كل ما كانت ما ميتهاش ما تقدرش الناس بحال الامريكان. بغيتي الامريكان على قش تبقى ديما تشكى, على قش خاص تخرج من داك الوضع ديال الشكوى ولا كنقول لك ما تبقاش تشكى. دابا جالس كانت القضيه من الجزائر والمغرب, من بلا ما تدخل الجزائر والمغرب تدخل شي مدينه من مكناس, مكناس ميته اوكي ميته سان فرانسيسكو بلا محركه بزاف المنافسه تما. وشنو باغي الصاط انت قلنا لك شي حاجه قلتي فيها المنافسه ورينا بلاصه اخرى قلتي ميته اشنو باغي؟ باغي تشكى. هذه هي المشكله اللي طاريه دابا فهمتي على حقاش فهمتي من دوا على الاخوان شوف هذا الله يغضب لهم بقى نجامل فيكم ونقاد لكم الهضره من الاخر اخاي ملي ما نكذبش عليك انا هاد السنوات على المغرب كنت كنجي غير عطله, وملي كتجي عطله ما كتشوفش الواقع كتكون ما كتمشيش للادارات ما كتعاشرش مع الناس ما كتسمعش الهضره كتعيش ديك المغرب الزوين. كنمشي نسور في تاغازوت نمشي لاكادير نريح في مارينا نطلع لمراكش نتسركال نطلع للرباط نريح في الكوانات الزوينين. دابا رجعت نعيش في المغرب وملي جيت اخاي هنايا ما نكذبش عليك الوضع لا يشرف بلا ما نبقى تقول لي الدوله خايبه كذا كذا كذا, وانما خاي الوضع اللي لقيت هو بنادم ولا في الشكوى, بنادم ولا شكاه, بنادم ولا غير عيتي تيتقيه كيتقيه ما عرفوش شربوه بزاف ديال سميتو عرفتي بلا بنادم كيتقيه ميته عيانا متنا تقهرنا عيينا لا وتطلبت من الاخر ماشي نجام فهمتي وتطلبت كلشي ولا بغا يمشي انا تطلبت انت الصاف بروجا نترجع هذا الموضوع هذا من بعد ما نبداوش به اللايف. المهم اخاي ملي خدمت هاد الخمس سنين كنت 2012 2000 كنمشي ست شهور لتايلاند كنجي كنجلس واحد ست شهور هنايا تسوكي كنسد فيها ودنيا شويه كنمشي عاوتاني في 2013 مشيت ست شهور وجيت ديك ست شهور كنجلس هنا سديت فيها ودنيا رجعت دابا فهمتي رجعت وضربت شي سميتو ضربت خمس سنين متابعه كنت كنجي شي شهر شهرين في العام. وملي جيت اخاي لهنايا نقول لك راه الوضع غير مشرف تماما وانا راه ماشي واحد اللي تقيه عليك يقول لك الدوله الحكومه كذا اخاي حتى الشعب مساهم الشعب والو ما كاينش اللي بغى يتحرك كلشي كيتشكى كلشي ولا خبير في الشكوى كلشي عارف الحل ديال المشكل كتريحي في قهوه بحال هكا صاط العجماني عيان كون دار ليها هكا صاط لعبت الكره كون ضربها غير شويه من تحت كون هكا شويه شويه من كون ضربها كون لصقات في 90 صاط شتي هاد صاحبي شاد الحكم هذا وما عطاوش ملي كتسمع الصيطان كيدويو فهاد المغرب هذا خلينا ندوي على المغرب بلا ما نبقى ندوز للدول الاخرى. ملي كتسمع الصيطان كيدويو في المغرب عندهم الحلول ديال المشاكل كامل ملي
كيدويش شي واحد ما كيدويش شي واحد تتسمعوا فهمتي ما كتسمعش الناس كاملين هاد الحراج كاملين اللي كتسمعوا كيدويو على المغرب عندهم الحلول تاع المشاكل كامله عندهم الحلول تاع بنكيران وتاع العثماني وتاع الاقتصاد وتاع السيستيم وتاع المخزن وعنده الحلول ديال الاقتصاد باش يزيد لقدام وعنده الحلول ديال اي حاجه بغيتو الحلول ديال باش يسربي لك الاداره يسربيو الحلول ديال السبيطار تسمعوا من عنده انت مريح معاه كيدوي في كل شيء كي عنده الحل في المشكلة عرفتي ما عندوش عنده ما عندوش الحل المشكل ديال حياته هو الا المشكل ديال حياته هو ما لقاش ليه الحل الا هادي هي اللي ما لقاش ليها هو الحل اما هو شي حل اي حاجه كل شيء كيدوي اللعاب الكره كنضربها هكا كل صقات في 90 كذا صاحبنا هذاك خونا حرتو هكا كذا كذا كل شيء كيدوي كل شيء عطاه للدواوي كل شيء عطاه للهضره خاويه كل شيء كيتشكى كنقول كل شيء يعني كندوي على الاغلبيه عفوا انت انا ما نعممش عاوتاني كاينين ولاد الناس ولكن الصاد فهمتي فريمون بنادم فهمتي تيتقيه بزاف خايف هاد البلاد هاد بالرجوله رجعوا شي حاجه ايجابيه الاخوان فهمتي هاد اللقطه هاد لحظه مزيان كلشي كيقول لك هاد خونا هذا كون دار هاد خونا هذا ما عطاوش هاد خونا هذا كدا هاد خونا كلشي عنده الحل ديال كلشي وما عندوش الحل ديال المشكله ديالو هو شخصيا فهمتي ما عندوش الحل ديال المشكل المشاكل ديالو وعندو الحل ديال المشكل ديال كاع الناس هذاك تزوج ديك خطنا كدا كدا اصاحبي كون دار معاك هكا كون كاع ما وصلوا للطلاق الصاد انت ما تزوجش ما وصلتوا للطلاق انت حرتو كالس كدوي قدو انت ما انت حياتك كامله دازتي هاد راسك اش اللي لاحظت هنايا يا اخي ملي ولدت الفتره هادي ملي خبرت فهمتي 50 كنت كنجي كندوز العطله ما كنتحاكش مع عباد الله وكدا لاحظت اللي بنادم فهمتي ولا شكاي شكاي وبكاي من الخطر فهمتي وطلع النيف ما نقولش لك ملي كنت مشيت في 2000 وخبرت على 2013 14 خبرت على هنايا كنجي مره مره ندوز عطله كان بنادم شكي وبكي ولكن اخاي سكيله وسكيله فهمتي بنادم كيسكيلي الخدمه كاين كيسكيلي كامبين في الفيسبوك كاين كيسكيلي شي حاجه خاي ما نكذبش عليك الرجل هادشي اللي طرا هو انا لاحظت ان بنادم سكيله تبكيت وتشكيت من الاخر فهمتي ولات واحد ما نبقى نكذب عليك نقول لك وكذا نبقى نمشي في الجنب نقول لك وحنا واعرين وحنا كذا الصاد كاينين ولاد الناس الواعرين كاين مغاربه كيقراو كاين مغاربه كيتقاتلوا كاين ولاد الناس ولكن الصاد بالرجوله الاغلبيه اللي تحكيتي معاهم اي بكايه وشكايه اخوان دوزو شي حاجه زوينه اللي هي فهمتي بزاف ديال الاخوان تيطلعوا يا خويا سيمو عندنا الباك خويا سيمو عندنا الباك الاخوان تبارك الله